شمال، رمضان صبحي دور على حد يسند عليه، رمضان يطلع واتلعبت عرضيه اتسندت، حط يا راجل جول 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 جول، حط يا راجل وليد ازارو، وليد يرجع من جديد، لكن العرضيه الجميله من شوف صالح جمعه، شوف جمال صالح جمعه، اهو صالح جمعه ده اللي تقدر تقول عليه وسط الناس الجمال يتقاس، لعبها له وحطها له بالمقاس، فيش احلى من كده. ساعتين في اشاره المحور او الدائري ويطلع يتكلم، لا خلينا ونشوف حفيظ دراجي وتكريمه في النادي الاهلي. يلعب مره ثانيه صالح جمعه، وادي التصويبه، يا سلام على الهدف، يا سلام على الروعه والجمال، وادي وليد ازارو، يا سلام على الروعه، يا سلام على العرضيه، يا سلام على الحطه، يا سلام على الوان تاتش، هات من جوه يا كريم، هات من جوه كريم، يضع حرر الهجوم اللي عند لاعب النادي الاهلي، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا صالح، يا سلام على حلاوتك وجمالك يا صالح، وسط الجمال وسط الناس الجمال يتقاس يا صالح يا جمعة، وسط الناس الجمال يتقاس يا صالح يا جمعة، فيش أحلى ولا أجمل ولا أروع من جمال صالح جمعة. آدي يا جماعة اللي بقول لحضراتكم عليه طبيب التخبعة، ادي اللمسه الجميله، وادي صالح، يا سلام يا صالح، مش اي لعيب هيعملها كده، مش اي لعيب هيلم في المكان ده، ولا اي لعيب هيلم في المساحه دي، والله لو صح ولا مين صالح بيدور على مين. ادي شوف التمريره، شوف هدوء صالح، شوف السنده، هي دي ركله الجزاء، لمسه صالح جمعه هي دي ركله الجزاء، لكن شوف الروح اللي في النادي الاهلي، شوف الروح، صالح جمعه بيدور على مين، بيديها لمين؟ بيديها لحمدي فتحي. المشهد ده ما تلاقوش في اي مكان تاني. ماركه مسجله، مروان جول 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 جول، مروان محسن يضع هدف رابع للنادي الاهلي، مروان سوبر ماريو يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي، مروان محسن هدف رابع للنادي الاهلي. لكن مشهد ده صالح جمعه اللي قلت لحضراتكم عليه، وهو